السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد مع عمر دايزر. ايه الاخبار يا جماعه؟ ان شاء الله جايين بخير. ولسه امبارح اذا انت متابع كان عندنا اخبار وتسريبات حماسيه جدا عن الايفون الترا. اذا لسه ما اتفرجتش انصحك جدا تتفرج على الفيديو اللي فات، وواضح ان احنا في موسم الالترا عشان النهارده كمان عندنا تسريبات قويه جدا عن الاس 23 الترا الفريق الاخر. ومش بس الالترا، عندنا كمان تسريبات عن كل عائله الاس 23 واول نظره فعليا. دي حاجات حماسيه جدا من سامسونج، عندنا اخبار كمان قويه من جوجل، واخبار قويه كمان من انتل وغيرهم. بس الاول خليني اقول لك على عرض رهيب من نورد في بي ان. طبعا نورد في بي ان هو واحد من اكبر الفي بي ان كلاينتس في العالم، لو دورت هتلاقيه واخد كتير من الفيوهات الخطيره من كل المواقع. طبعا انتوا اكيد عارفين ان كلمه في بي ان هي فيرتشوال برايفت نتورك، شبكه خاصه بيك انت لوحدك اونلاين. واستخدامك لحاجه زي دي ممكن يكون مهم جدا ومفيد جدا لو انت زي بتعمل كل حاجه اونلاين، بتذاكر اونلاين، بتشتغل اونلاين، بتلعب اونلاين، كل حاجه فعليا اونلاين. فمن الضروري جدا انك تحمي بياناتك وخصوصياتك وانت قاعد اونلاين. وهنا بقى يجي دور نورد في بي ان. بس في الاول خليني اقول لك ان نورد في بي ان بيفتح لك اكتر من 5500 سيرفر سريع جدا في حوالي 60 دوله، وبكده تقدر تدخل على الانترنت كانك موجود في اي دوله انت عايزها. الميزه في الموضوع ده انك تقدر تفتح مواقع او تستفيد من خدمات او تاخد عروض او تشتري حاجات ما تكونش متوفره في المكان اللي انت فيه. والميزه الاهم اكيد انك طول ما انت بتستخدم نورد في بي ان بياناتك هتكون متشفره مرتين، فمحدش يقدر يعمل لك تتبع ولا يوصل لبياناتك وخصوصياتك اونلاين. والكلام ده ايا كان نوع الشبكه اللي انت داخل بيها اونلاين، سواء في البيت او في الشارع او في كافيه او في مطعم او في المطار او في اي حته في اي بلد، حتى لو كنت في الصين. على فكره نورد في بي ان عندهم خدمه اسمها سايبر سيك، بتشتغل في الخلفيه عشان تقفل لك كل المواقع الخطيره، وبتشتغل كمان على انها اد بلوكر. تقدر تستخدم نورد في بي ان من 6 اجهزه في نفس الوقت، ونورد في بي ان متوفر لجميع انواع الاجهزه من الاندرويد للويندوز للماك للايفون لكل حاجه. نورد في بي ان دلوقتي كمان بقى في ميزه الانتي مال وير، دي خدمه بتخليك كمان اقوى بكتير منافسه، وبتشتغل الفكره بلمسه واحده بس، وبتشتغل حتى لو انت مش متواصل بالفي بي ان عشان تديك حمايه اضافيه كمان فوق حمايه الفي بي ان دي. ممكن تشغلها على طول، تفضل شغاله في الخلفيه عشان تقفل لك كل المواقع الخطيره وتحميك حتى من ملفات ممكن تنزلها انت مش واخد بالك وتعمل لك مشاكل كبيره في جهازك بعد كده. كمان بتشتغل عشان تحميك من الاعلانات اللي عامل لك تتبع اونلاين. وعشان تستفيد من كل المزايا الخطيره دي، نورد في بي ان دلوقتي بيقدم لك 3 فئات الاشتراك. اذا اشتركت في اي واحده فيهم هتاخد 4 شهور مجانا، ودي حاجه قويه جدا. كل عليك تدخل على nordvpn.org/عمردايزر، استخدم كوبون عمردايزر وهتستفيد بهذا العرض القوي جدا. خدمه العملاء دايما ممتازه نورد في بي ان، تقدر ترجع فلوسك في خلال 30 يوم. سيب لكم اللينك في صندوق الوصف تحت الفيديو. اوكي، خلينا نبدا مع خبر سريع من شاومي. وشاومي عندها مؤتمر قريبا للاعلان عن تكمله عائله ال12، شفنا لهم موبايلات كتير لحد دلوقتي، ولكن عندنا دلوقتي ال12T سيريز. هيكون فيها 12T وال12T برو ويمكن 12T حاجه ثانيه كمان. الحاجه الاساسيه والمهمه جدا ان احنا هنشوف ان شاء الله سنسور ال 200 ميجا بكسل على ال12T برو. واذا انت متابع على فتره مش طويله خالص، عملت لكم تجربه مع الموتورولا Edge 30 Ultra اللي بيجي مع نفس السنسور ال 200 ميجا بكسل الرهيب جدا. طبعا كل شركه هتعالج الصور بطريقه مختلفه، ولكن ده سنسور اكيد سفاح جدا. متحمسين برضه نشوف شاومي هتعمل ايه مع هذا السنسور الخطير. الكلام ده على فكره ان شاء الله هيكون يوم 4 اكتوبر، يعني مش بعيد خالص. ويوم 6 اكتوبر عندنا مؤتمر جوجل طبعا للاعلان عن اجهزه البكسل الجديده، وعندنا صور جديده للاجهزه. هي طبعا جوجل نفسها اساسا نزلت يعني فيديوهات وصور لاجهزه البكسل، لكن في صور دلوقتي بالوان مختلفه. البكسل 7 العادي جاي سيلفر واسود ولون مخضر كده، البكسل 7 برو جاي اسود وسيلفر، ما اعرفش هيكون في الاخضر برضو ولا لا. وزي ما شايفين الاشكال مش بعيده قوي يعني عن البكسل 6، وشكلها لطيف صراحه، مستمره مع نفس التصميم بس شكلها صغيره. عامه اجهزه انا متحمس ان شاء الله نجربها مع بعض. بس بعيدا عن الهاردوير بقى، جوجل كان عندها النهارده مؤتمر خاص بالسوفت وير، خاص بالسيرش تحديدا. هم اعلنوا عن حاجات تحسها كانت المفروض تتعلن عنها في مؤتمر جوجل اي او اللي بيتعمل في شهر مايو، ولكن تحس كان في حاجات لسه مش جاهزه يمكن. بس اعلنوا عن حاجات بصراحه مفيده جدا جدا. كان في تركيز قوي على موضوع السيرش عن طريق صوره انت تصورها مباشره، تفتح كاميرا الموبايل وتصور حاجه وتكتب جنبيها نير مي. يعني صورت مثلا حاجه بتتاكل، صورت ورده، صورت شنطه، صورت اي حاجه وتكتب نير مي، جوجل هيطلع لك فعليا الحاجات اللي شبه الحاجه دي بتتباع فين حواليك او تقدر تلاقيها فين جنبك. دي حاجه طبعا مفيده جدا. في حاجه كمان اسمها مالتي سيرش، دي كان اعلن عنها قبل كده. دي عباره عن برضو انك تصور صوره مثلا لحاجه، مثلا لوحه مثلا فنيه او اي حته قماش او اي حاجه كده، وتكتب جنبيها حاجه مالهاش علاقه بيها. يعني مثلا هم عرضوا مثال واحد صور قميص ولكن كتب جنبيه تاي، فانا عايز مثلا كرافطه او يعني حاجه تتلبس على الرقبه، مسكوفيه او اي حاجه مع نفس النقشه دي، وجوجل هيطلع لك حاجه زيها وبتتباع فين وتقدر تلاقيها فين. دي حاجات يعني فاهم صعب جدا، الحاجات اللي هي تحتاج تدور بصعوبه
كده هتلاقيها اسهل بكتير عن طريق جوجل. الموضوع ده كان متوفر بس بالانجليزي، ولكن جوجل هتضيف 70 لغه خلال الكام شهر اللي جايين، اتوقع ان شاء الله هيكون منهم العربي. دي حاجه كويسه جدا. حاجه تانيه كمان قويه جدا، الترجمه عن طريق الكاميرا. لو انت مثلا عندك بتذاكر ماده مثلا سبانيش ولا فرنش ولا اي حاجه، وفي كلمات مكتوبه على صوره، انت عايز تبقى شايف الصوره وعايز تشوف ترجمه الكلمات دي عليها، تقدر دلوقتي تستخدم الكاميرا مباشره وهيطلع لك الكلمات، ما حواليهاش صندوق ولا اي حاجه، هتبان كانها كلمات متبدله فوق الصوره الطبيعيه، فتبقى شايف الاثنين بشكل كويس جدا. دي حاجه اكيد مفيده في الدراسه والمدارس وكده. انت كده طبعا بتترجم الصفحه كامله مباشره، وتقدر تستخدمها لايف كمان، مش لازم تصور صوره، ممكن تستخدمها مباشره على يافطه او صوره متعلقه او بوستر او حاجه زي كده. جوجل مابس كمان اضاف لها شويه حاجات لطيفه جدا. لو انت مثلا مسافر في مكان مش عارف ايه الحاجات اللي حواليك، مش عارف اصلا يعني بتدور على حاجه تعملها مش عارف تعمل ايه بالظبط، تقدر دلوقتي تعمل سيرش في الزون اللي حواليك، ويطلع لك عن طريق صور وفيديوهات كمان جوه الماب نفسها الحاجات المثيره للاهتمام، مطاعم، كافيهات، اماكن للخروج، بمجرد انك تعمل سكرول ما بينهم مباشره. وحاجه خطيره جدا كمان عرضوها موضوع الاميرسيف فيو، دي كان عرضوها قبل كده انك تقدر تشوف دلوقتي زي 3D كده المناطق المشهوره في مدينه وكده، ولكن دلوقتي عاملينها بشكل مكثف بقى زياده اكتر. يعني مثلا استاد كوره زي ما عرضوا، تقدر دلوقتي تلف حواليه بالظبط وتغير الساعه في اليوم. مثلا انت شايفه حاطين لك الفيديو بالنهار، تقدر تخليه بالليل ويوريك بالظبط بالليل ده الترافيك حواليه، الزحمه تبقى حواليه عامله ازاي، اماكن الباركينج موجوده فين، ايه الكافيهات او المطاعم الموجوده جنبيه، عشان تبلان انت اصلا هتروحه امتى، ايه احسن وقت تروحه. ومش حتى كمان في نفس اليوم، انت ممكن تخطط مثلا يوم الثلاث الاستاد ده بيبقى عامل ازاي، الدنيا حواليه. الموضوع اوفر وقوي جدا بصراحه، للاسف مش موجوده لسه في العالم العربي، فتحنا في بعض المدن في امريكا وبره امريكا، لكن اتوقع ان شاء الله تمتد بعد كده. بس دي رهيبه، دي مفيده جدا في السفر على الاقل. اضافه كمان لموضوع الاي ار نافيجيشن، ده اوريدي شغال، انك ترفع الموبايل كده وانت بتعمل نافيجيشن وتتمشى على رجليك عشان يوريك الحوضه اللي جايه فين وحاجات زي كده. دلوقتي كمان بقيت وانت شايف المنطقه حواليك، مثلا عايز تدور على اي تي ام او كافيه او مطعم، بيوريك مكانه بالظبط وعلى بعد قد ايه، ومجرد تشاور بالموبايل كده بقت كانها فعليا جيم، كانك بتلعب جيم جوه المابس وتشوف الحاجات اللي حواليك المهمه. في حاجه كمان مفيده جدا للناس اللي بتحب الاكل والمطاعم، دلوقتي جوجل مابس هيقدر يعمل نسخه ديجيتال من المنيوز. طبعا لما تفتح اي مطعم ممكن تلاقي مثلا صور للمنيوز مصوراها او المطعم حاططها، جوجل دلوقتي جوجل مابس هيجمع لك المعلومات من المنيوز دي ومن الصور دي ومن الويب سايت نفسه كمان بتاع المطعم، عشان يعمل لك نسخه ديجيتال من المنيو وتكون احدث نسخه، ويطلع لك كمان الحاجات البوبولار، اكتر حاجات ناس صورتها، عشان تبقى عارف ان ده طبق مشهور في المطعم ده. دي كلها حاجه بصراحه لطيفه جدا ومفيده من غير ما تبذل انت مجهود زياده. امبارح اذا انت متابعني على انستغرام اكيد شفتني في الستوريز، كنت في مؤتمر لانتل. واذا مش متابعني على انستغرام ليه مش متابعني على انستغرام؟ يا ريت تتابعني على انستغرام @عمرdayzer، هتلاقي اللينكات كلها في صندوق الوصف تحت الفيديو. المهم انتل كان عندها مؤتمر اعلان عن جيل ال 13 من المعالجات، وطبعا ده يوم واحد بعد اعلان يعني بعد توفر معالجات AMD. احنا في موسم جدا قطع كمبيوتر وموبايلات كل حاجه، ده موسم التكنولوجيا كلها. انتل اعلنت عن ال 13900K لو هيكون اقوى بروسيسور من انتل، وبتقول انها اقوى بروسيسور في العالم حاليا من ناحيه الجيمنج. المعالجات الجديده من سلسله اسمها رابتور ليك، كل حاجه فيها ليك، المره دي رابتور بقى، ودخلنا في ديناصورات وبتاع. وعندك 15% زياده في السنجل ثريدد بيرفورمانس، و41% زياده في المالتي ثريدد بيرفورمانس، ده يكون حاجه مفيده اكيد للشغل اتوقع ذلك، والمالتي تاسكينج وما الى ذلك. وفي ال 13900K عندك 8 كورز من البي كورز اللي هم البيرفورمانس، وعندك 16 من الافشنسي كورز، وعندك كده اجمالي 32 ثريد، وده زياده طبعا عن الجيل اللي فات. والمفروض ان الحاجات دي بتوصل معاك ل 5.8 جيجا هرتز، ارقام مستحيله. وانتل بتقول ان خلال الشهور الجايه هيكون عندنا بنعدي 6 جيجا هرتز، مش عارف ايه اللي بيحصل. طبعا عندك دعم كامل لدي دي ار 5 وبي سي اي 5، ومش لازم تستخدم على الفكره دي دي ار 5 رام، تقدر تستخدم دي دي ار 4، دي حاجه مش مشتركه انتل مع اي ام دي فيها. اي ام دي لازم تابجريد الرام بتاعك، وبس انتل كمان بتستخدم نفس السوكت بتاع الجيل اللي فات، فلو عندك معالجات من الجيل ال 12 تستخدم في نفس المذر بورد معالجات من الجيل ال 13، وان كان برضه هيكون في مذر بوردز جديده. ان شاء الله هنجرب الحاجات دي قريب جدا ونختبرها ونعمل ابجريد لكوجي ونشوف اللي هيحصل. اكيد بقى كمان عائله انفيديا 40 ان شاء الله هنختبرها قريب جدا. وعلى سيره انفيديا، في كمان دلوقتي كارت شاشه جديد ينافس الفلاج شيبس من انتل. طلع عن كارت شاشه اسمه ارك اي 770، وزي ما انتم شايفين كارت شاشه كبير يعني شبه حاجات انفيديا واي ام دي، وده المفروض ان هو على كلامهم يعتبر فلاج شيب كارت، مش زي الحاجات اللي اعلنوا عنها قبل كده، وبيشغل ري تريسنج. هو
المفروض ان هو يقارن تقريبا بمثلا حاجه زي 3070 او 3060 Ti، حاجات زي كده، بحيث يديك اداء كويس جدا في ال 1080، لكن ما تتوقعش بيه اداء خارق في ال 4K وما الى ذلك. الحاجه المهمه جدا بصراحه في الكارت ده هو السعر. سعره صراحه يعتبر يعني مش منطقي، رخيص جدا، بيبدا من 330. انا ما اعرفش يبدا من دي معناها ايه، بس ستيل برضو 330 ده سعر ممتاز مقارنه باسعار هذه الايام في عالم جي بي يوز. انتل كمان عملت عن سوفت وير اسمه يونيسون، ده المفروض ان هو سوفت وير انتجريتد في معالجات انتل جديده، بحيث بيسمح بالتواصل ما بين الكمبيوتر بتاعك وموبايلك ايا كان نوعه، سواء ايفون او اندرويد. تقدر مثلا تشوف نوتيفيكيشنز هنا، تبعت مسجات من الديسكتوب بدل ما تبعتها الموبايل. احنا بنشوف الحاجات دي في حاجات طبعا خاصه بايكو سيستمز معينه زي ابل، زي طبعا واوي وحاجات زي كده، بس انتل عايز تفتحها بحيث اي كمبيوتر يقدر يتواصل مع اي موبايل، ودي حاجة اكيد كويسة جدا اذا اتحققت. اوكي، خلينا نحاول دلوقتي بقى على سامسونج ونظرة اولى على الجيل القادم من موبايلات سامسونج الشرسة. دلوقتي احنا المفروض عندنا في شهر يناير المؤتمر الاعلان عن موبايلات سامسونج المش فولدبلز. عندنا دلوقتي مؤتمر فولدبلز شهر 8، ويناير هيكون مؤتمر للاس. طبعا بقاش عندنا النوت دلوقتي، بقى انتجريتد جوه الاس زي ما انتوا عارفين. فعندنا دلوقتي اول صور للاس 23 والاس 23 بلس. انتوا شايفينه ده يا جماعه عباره عن ريندرز للاس 23 بناء على تسريبات من مصادر قويه جدا. وزي ما انتوا شايفين عندنا تغير بسيط في التصميم، هو مش تغير، هو دمج للتصميم اللي شفناه مع الاس 22 الترا. زي ما انتوا شايفين الوش مازال لطيف جدا من السنه اللي فاتت، اصلا هو ممتاز بصراحه، مع بازل صغيره جدا في وش الشاشة من غير اي ايدجز وفتحة صغيرة للكاميرا. لكن المختلف هنا بشكل اساسي هو شكل الكاميرات نفسها. دلوقتي خلاص اتشال الجزء بتاع الكاميرات المستطيل اللي كان مشبوك الفريم، كانت شكل وحش، بس بصراحة التصميم ده احلى، مجرد 3 حلقات كده وخلاص، يعتبروا بارزين شوية عن الظهر، وده بيوحد التصميم العام مع سلسلة مع الالترا زي ما انتم عارفين اكيد. والموبايل يعني بص ما فيهوش حاجه متغيره قوي، بقى شكله ابسط من قبل كده، وشكله بصراحه يعتبر من ابسط الاشكال، لكن بصراحه شيك جدا يبدو. نفس الكلام على البلس اللي جاي لك برده مع شاشه فلات تماما، اولموست من غير ايدجز، كل البرواز كامل مع ايدجز صغيره جدا جدا. والكاميرا برده اللي جايه عباره عن 3 حلقات بس في الضهر، ومفيش اي حاجه تانية. الموبايل شكله سيمبل جدا وشياكة. مقاسات الشاشات حسب التسريبات هتكون زي السنه اللي فاتت، 6.1 انش و6.6 انش للبلس. والمفروض هنشوف المعالجات الجديده بقى من كوالكوم، سناب دراجون 8 جين 2، المفروض هيكون فيها تطور كبير طبعا عن البلس الموجود دلوقتي من جين 1. بس عارف طبعا انتوا اكيد مستنيين الالترا، ودي اول نظره مع الاس 23 الترا. من بعد كده صعب جدا تميزه عن الاس 22 الترا، نفس التصميم العام تقريبا، مع نفس شكل الكاميرات برضو اللي كان موجود في الاس 23 اللي شفتوه دلوقتي، ولكن مع طبعا الكاميرات الاضافيه والسنسورز الموجوده جنبيها، بس نفس الشكل المسطح، يعني مش مسطح، الحواف تعتبر حاده. انا عن نفسي بصراحه بحب جدا تصميم الاس 23. انا عملت فيديو كامل بصراحه ابدي اعجابي بتصميم الاس 22 الترا، عشان انا شايفه من احسن تصاميم الموبايلات في العالم حاليا، ومش متضايق اطلاقا ان الاس 23 الترا مكمل مع نفس التصميم العام. لكن في شويه تغيرات هنا حسب التسريبات، زي ما انتم شايفين الحلقات اللي كانت موجوده جنب الكاميرات يعني الدوائر الصغيره الموجوده جنب الكاميرات الاساسيه مش موجوده دلوقتي، بقت عباره عن هتبقى جزء بس مع الازاز بتاع الظهر نفسه. ده تغير بسيط. التغير البسيط الثاني ان الفريم بتاع الموبايل هيكون مش قوس كده دايره كامله، هيكون في حته كده مسطحه شويه، وبعد كده يبدا يلف. مش حاجات هتفرق قوي يعني بصراحه، ولكن دي الاضافات الموجوده في شكل التصميم دلوقتي. بس تغير مرحب بيه اكيد هيكون في البيزلز. يبدو حسب التسريبات وعلى الكلام المسرب نفسه، البيزل السفليه او حتى البيزل داير ما يدور الجهاز نفسه هتكون اصغر من الموجوده في الاس 22 الترا. اوريدي في الاس 22 الترا تعتبر كويسه جدا، بس اللي تحت اكبر شويه من اللي فوق، يمكن اكبر شويه كمان موجوده في الاس 22 العادي، لكن المره دي هتبقى اصغر وتبقى قد اللي فوق، ومن وش كده هيبان ان هو من غير بيزلز تقريبا. وسامسونج يقال برضو انها هتركز على البرايتنس بتاع الشاشه، المفروض احنا نشوفه يوصل برضو لارقام عاليه جدا زي اللي بتعملها ايفون مثلا 2000 نتس، اتمنى ذلك عشان بتاع الايفون بصراحه رهيب دلوقتي.
والمفروض كمان نشوف السنسور ال 200 ميجا بكسل اللي حكينا عليه في اول حلقه ككاميرا اساسيه في ال 22 الترا بدل ال 108 ميجا بكسل. في بعد ذلك لسه مش عارفين اي حاجه تانية اضافيه عن الموبايلات دي. كده يكون عندنا صراع شرس ما بين الترا سامسونج والترا ايفون، وهيكون عندنا كل حاجه قويه هتكون الترا فعليا. داخلين بقى على سنه جديده، موبايلات جديده، معالجات جديده، هيكون في اكيد شغل قوي جدا، وانا متحمس الصراحه اجرب موبايلات سامسونج واشوف الحاجات الجديده. يعني انا اكيد نكون مع بعض ان شاء الله اول باول عشان نتكلم على كل الحاجات دي، واذا في تسريبات اضافيه ظهرت برضو الفتره اللي جايه اكيد هنقول لكم اول باول. وبس دي كده كل حاجه معانا النهارده. زمان عليكم، مين متحمسين لي اكتر، الترا ايفون ولا الترا سامسونج؟ لو عجبكم الفيديو يا ريت تنسوش لايك عنيف، يا ريت اكيد تشتركوا في القناه، تشغلوا جرس التنبيهات عشان تكونوا عارف كل فيديو جديده اول باول. يا ريت كمان تابعوني على انستغرام، فيس، تويتر او تحت الفيديو. اشوفكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي. سلام.